تشكيلاتها الفرقة الشرفية، فرقة الاستعراضات، وفرقة المحافظة على النظام العام. أما الآن أي الحضور الكريم، ستشاهدون سيارات حرس، وهي مصفحة ومزودة بآليات الاقتحام والتدخل في مختلف الوضعيات، وعلى متنها عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكذلك نشاهد المعدات المخصصة لمواجهة مختلف الحالات الخطرة. بالمجموعات المحافظة على النظام العام. وستمر أمامكم الآن سيارات خاصة بوحدة المتنقلة لشرطة النجدة اليوبيس، ومن بين مهامها تقديم المساعدة والخدمات الأمنية للمواطنين في وقت وجيز بتنسيق مع قاعات القيادة والتنسيق، وهي إحدى آليات التحديث والعصرنة التي عرفتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التدبير الأمثل والتفاعل الأحسن مع نداءات المواطنين عبر الخط 19. وتشاهدون الآن سيارات تخص فرقة محاربة العصابات، وهي فرقة تم إحداثها من طرف مديرية الشرطة القضائية بكل من مدينة سلا والرباط وفاس على أن يتم تعميمها على الصعيد الوطني، ويأتي دورها في مجال التصدي للجريمة العنيفة ومحاربة العصابات الإجرامية بكل أصنافها. الوسائل اللوجستيكية الخاصة بفرقة الشرطة السينوتقنية. نشاهد أمامكم الآن أيها الحضور الكريم شاحنات عبارة عن مطابخ متنقلة تتوفر على معدات أساسية لصناعة وجبات غذائية متكاملة.
وصاني بلاد الكرامة والبطولات وصول الأرض يا حليب نابع من ثدي الأرض. يا ولد مثال الله الوطن الملك. النشيد الوطني. الشرطة، شكرا لكم دائما على دعمكم المتواصل. الفنية واللوحات والأرقام التي تم عرضها أمام الحضور هي مجموعة من اللوحات الفنية التي تم الإعداد لها قبلا عن طريق مجموعة من الإمكانيات الفنية والتقنية واللوجيستيك، وأيضا بتوظيف مجموعة من الكفاءات والطاقات الشابة إن ما يتعلق بالمتدربين أو المنتسبين الجدد أو ما يتعلق بمختلف الوحدات والتخصصات الأمنية. كما شاهدتم مجموعة من الحالات التي تم عرضها، وهي حالات من تحاكي الواقع من تطوير أدوات التدخل، وأيضا تم عرض مجموعة من وسائل التدخل واللوجيستيك وغيرها من العمليات. كتخلد المديرية العامة للأمن الوطني ذكرى 63 للتأسيس ديالها، وهي يعني يوم اللي كتستحضر فيه المديرية العامة للأمن الوطني التاريخ الجليل ديالها، المنجزات ديالها، وكذلك المشاريع المستقبلية اللي غتشتغل عليها. هو أيضا بالنسبة لنا يعني يوم اللي كنستحضروا فيه شهداء الواجب، أرواح شهداء الواجب اللي كتحرص المديرية العامة للأمن الوطني كل سنة باش تفكرهم، وكذلك تعرض على العائلة ديالهم باش يجيو يشاركوا معنا هذا الحفل، لأنه هو حفل عائلي يعني في جو عائلي. هذا العام كنحتفلوا بهذه الذكرى 63 في واحد الجو يعني بارتيكولي، يعني قد الزيارة الميمونة اللي قام بها جلالة الملك نصره الله وأيده، وأعطى الانطلاقة لتشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك تدشين المركز الطبي اللي نجزته المديرية العامة للأمن الوطني، يعني حرصا منها كريديتاسيون او الجوده ديال المختبر اللي كيعملوا به طبعا كيعملوا به دكاتره متخصصين في جميع الميادين العلميه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.